التركيز علينا مش إذا ان احنا نتكلم هنا او هناك. لا اذا لنكمل سؤال، اذا ماذا فعلت الجامعه العربيه لعوده سوريا لكي تحصد سوريا؟ لان هناك دول عربيه تحارب سوريا وتحاصر سوريا وتمنع عنها الدواء، مثلها مثل ليبيا، مثلها مثل اليمن. معالي الامين العام، معالي الوزير، قناه العربيه عندها سؤال. لا خليني اجيب الاخت الفاضله. وما دام هذا طلب قرر الامين العام اننا من الضروري ان نستجيب له. اولا سوريا موجوده في الجزائر باستمرار، موجوده في قلوبنا في ضمائرنا، وموجوده في تعاطف وتضامن الشعب الجزائري مع الشعب السوري الشقيق، وهو الذي كان السباق في التضامن مع الجزائر أيام المحنة كذلك. ومثل ما تشاهدين سوريا موجودة في كل شوارع الجزائر من خلال العلم الوطني السوري الذي يرفرف على الجزائر العاصمة، مثله مثل علم كل دولة من الدول العربية الشقيقة. سوريا موجودة في الاجتماع، وبكل تأكيد مثل ما يقول السيد الأمين العام، سوريا موجودة في الاجتماع. وكان لي الشرف أن قابلت سيادة الرئيس بشار الأسد مؤخرا واطلعت على استراتيجيته فيما يتعلق بالتلاقي مع الأسرة العربية، وهي التي تحركت وأنجزت إنجازات لا يستهان بها. فعودة سوريا أو شغل سوريا من جديد لمقعدها في الجامعة العربية، ولا أريد أن أستعمل كلمة عودة، وإنما شغل سوريا لمقعدها أمر طبيعي وسيتحقق إن شاء الله. وفيما يتعلق بالجزائر نحن سعداء بنوعية حوارنا مع أشقائنا في سوريا، ولنا اليقين أن سوريا لديها